واخذنا بيرمننت ماجنت لو اخذنا بيرمننت ماجنت دي سي موتور فانا عمالي بفترض انه عندي هون في سورس هذا هون ايديال موتور هون في عندنا باكي ام اف مضبوط والباكي ام اف بدها تتناسب الباكي ام اف تتناسب مع السرعه ومع فاي مش هيك في باكي ام اف بتساوي كي فاي مضبوط هاي العلاقه متفقين عليها مضبوط هذا هو بيبدا كمحرك اول ما ببدا بحط عليه هون فولتج مزبوط الدي سي فولتج اللي بحطه عليه في البدايه هذا محرك ستيشنري هون في عندي بيرمننت ماجنت ما فيش حاجه احط اكسايتيشن لانه اصلا في اكسايتيشن في بيرمننت ماجنت هون كل فاهم ايش يعني بيرمننت ماجنت ما بحتاج انا احط له كويل حتى اعمل اكسايتيشن فعندي اصلا بيرمننت ماجنت ايش الهدف من بيرمننت ماجنت ايش الهدف من الماجنتايزيشن شو يعطيني ايش البارامتر اللي بيعطيني اياه يعني؟ فاي تمام فاي او بي فاي اللي هي فلكس ان ويبر او بي اللي هي ماجنتيك فلكس دنسيتي وعماله بعطيني هاي حتى يتولد عندي تورك لازم يكون في عندي ماجنتيك فلكس لازم يمر كرنت عشان يتكون فورس واذا تكون فورس كل سلك هذا راح يعطيني فورس واذا ضربت هاي الفورس في الراديوس بتعطيني تورك او تو فورسز متقابلات بضربهم بيعطوني كابل وهذا بعطيني روتيشن مظبوط فالهدف من البيرمننت ماجنت هذا يعطيه طبعا هذا البيرمننت ماجنت لازم تكتمل دائرته سموير حتى تكتمل ماجنتيك سيركت تمام يعني هذا لو بدي ارسمه بشكل صحيح اوكي ما بصير تكون ماجنتيك سيركت مقطوعه هاي بدها تكمل الماجنتيك سيركت حتى لو كانت فيرو ماجنتيك ماتيريال لازم شيء يكمل الماجنتيك سيركت والا الريلكتنس بصير عالي جدا كل فاهم هاي النقطه انا بدي احاول اصغر الاير جاب قدر الامكان هاي ايش مشكله الاير جاب اللي هون والاير جاب اللي هون ايش بتعمل الريلكتنس تبعتها عالي فلما الريلكتنس تبعتها عالي شو بتعمل بالفلكس بتخفف الفلكس ولما تخفف الفلكس بتخفف الماجنتيك فلكس دنسيتي فعمالي بخسر تورك انا بهمني هذا الباث الماجنتيك سيركت هاي تكون اقل ريلكتنس ممكنه مشكلتي هون بقدرش الغي الماجنتيك الاير جاب مش هيك ليش لازم يكون عندي دوران فبدي هاي تكون اصغر ما يمكن يعني بدي لو كانت باجزاء المليمتر اعملها اجزاء المتر وتكون عندي بيرنج قويه هون بحيث انه هذا ما يتحرك ويضرب بعض بعمل عشان تضل هاي هون الماجنتيك فلكس الماجنتيك سيركت فيها اقل ريلكتنس ممكن فتعطيني اعلى فلكس ممكن فتعطيني اعلى بي ممكن اعلى ماجنتيك فلكس دنسيتي هلا هون لما يجي هذا في البدايه لما بشغل هذا ستيشنري اذا هذا ما بيتحرك رغم انه في فاي ما فيش عندي اوميجا مزبوط فيش عندي اوميجا اذا ما عندي اوميجا ما عندي باكي ام اف اذا لما بحط فولتج هون ايش ببين معي بالدائره هاي ايش اللي بيقاوم الفلو بس ار اي ما فيش غير ار اي هلا في كمان ال اي اذا بدك تقول انه دي فاي على دي تي دي اي على دي تي بس بشكل عام ار اي هو الوحيد اللي عماله بمنع الفلو فالكرنت ستارتنج كرنت ايش مشكلته راح يكون في الدي سي موتور عادي جدا مزبوط اي ستارتنج راح يساوي في ستارتنج على ار اي اذا اهملنا ال اي بالحاله هاي اوكي مزبوط وهاي مشكله طبعا لانه هذه قيمه هائله بتكون يعني اذا كان في اس مثلا 200 فولت وار اي 0.3 اومز ار اي 0.3 اومز وخلي في اس مثلا يكون 200 فولت قديش راح يكون اي ستارتنج 200 على 0.3 مضبوط قديش 200 على 0.3 تقريبا حوالي 600 مش هيك 660 امبير هذا رقم عالي جدا هلا ايش بصير لما يبدا المحرك هذا يتحرك لانه هلا طبعا راح يمر كرنت واذا مر كرنت ايش راح يتكون تورك راح يساوي كي في فاي في مضبوط كل متفق على هاي كيف بتكون عندي تورك هي بدي فلكس بدي كرنت مش هيك حتى يتكون فورس وكي على ايش بيعتمد
على الكونستراكشن تبعت المحرك، عدد عدد الاسلاك الموجوده فيه، طول كل سلكه، كل هاي الاستراكشن، كل الاشياء الاخرى هاي هي اللي بتحدد تورك. فرح يتكون عندي تورك، لما يتكون تورك ايش راح يبدا يعمل في المحرك؟ راح يبدا يتسارع. لما يبدا يتسارع ايش راح يبدا يظهر عندي هون؟ باك ام اف. فالباك ام اف هاي راح تصير تقلل من الكرنت. في النهايه لما يستقر على ستيبل بوينت عندي العلاقه بينهم، هلا هون راح تبطل العلاقه هاي، راح تصير عندي في ستارتنج، بتصير اي اي ار اي. راح اعمل هذا التيرم، او اذا بدك تحطه ايش هذا التيرم، قول زائد الفي تبعت الاندكتر شو بتساوي؟ بتساوي ال اي دي على دي تي. اذا بدك تحطها اي اي تي، مع انه احنا اعتبرناها ستيدي ستيت كونديشن. طبعا هاي لما بصير ستيدي ستيت كونديشن قديش بتصير دي اي على دي تي؟ زيرو. زائد في باك ام اف، والفي باك ام اف واضحه. هاي المعادله الاساسيه تبعت اي دي سي موتور. عندي الستارت الفولتج اللي بحطه هون بتكون عندي فولتج دروب على اي اي ار اي. هذا هون اذا في ستيدي ستيت كونديشنز هذا بصير زيرو، بالترانزنت كونديشنز بعطيني فولتج دروب على الاندكتر زائد الباك ام اف، والباك ام اف بيساوي كي كي فاي اي فاي اي ام. مش هيك؟ عفوا، الباك ام اف بيساوي كي فاي اوميجا. فعندي في اس بيساوي اي اي ار اي، واذا اهملنا هذا الجزء زائد كي فاي اوميجا. واذا بدي احط التورك من هون، التورك بيساوي كي فاي على اي اي، فعندي من هون اي اي بيساوي تورك على كي فاي. اذا عوضت محل اي اي بصير عندي في اس محل اي اي، بحط تير تورك على كي فاي في ار اي اي زائد كي فاي. هاي علاقة بين ايش وايش اذا ضلت في اس كونستنت. اذا خليت في اس كونستنت ار اي كونستنت السرعة والتورك. خلينا نرتبها بحيث اني احط التورك، اعتبر انه التورك هو الواي فاريبل والسرعة هي الـ هذا الديبندنت وهذا الاندبندنت من هون. فبصير عندي بقدر اقول انه التورك على كي فاي ار اي يساوي في اس ماينس كي فاي اوميجا، او التي بيساوي راح اضرب الكل هلا هون في كي فاي واقسم على ار اي، فبيساوي هذا في اس مضروب في كي فاي على ار اي ماينس، اذا ضربت هاي في هاي بتصير عندي كي سكوير فاي سكوير اوميجا. فهاي صارت علاقه بين التورك واوميجا. ايش هاي العلاقه؟ في اس كونستانت، انا راح اثبته كونستانت، هذا كونستانت مش هيك؟ وهذا كونستانت. اذا شو صارت العلاقه بين التي والاوميجا؟ هاي معادله ايش؟ خط مستقيم، السلوب تبعه طبعا بدال اوميجا بتقدر تحط ان هي كونستانت مش هيك؟ يعني بامكاني هلا محل اوميجا ايش؟ بقدر احط ان على 60 في 2 باي، مضبوط؟ هذا كمان كونستانت من هون. فصار عندي العلاقة بين هذول، السلوب تبع هذا الكيرف هو هذا الكونستنت اللي موجود هون نيجاتيف، والانترسبت بيعتمد على في اس مش هيك؟ إذا غيرت، طيب إذا غيرت في اس من قيمة لقيمة، إذا نزلت في اس شو بصير بالانترسبت؟ بنزل. هل السلوب بيختلف؟ هاي في اس 1 في اس 2 في اس 3 في اس 4، هذا التورك وهذا السبيد. اذا طريقه ايش هي طريقه تغيير؟ اذا بدي اغير سبيد تورك كيرف لدي سي موتور لبيرمننت ماجنت او كونستنت اكسايتيشن سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور، ايش اللي بغيره؟ بغير في اس. عاده كيف ممكن اغير في اس؟ باستعمال الباور الكترونكس، بستعمل بالس ويك تشوبر، بستعمل اشي زي تشوبر. فلو استخدمنا اشي زي هيك، اخذنا من هون هاي سورس في اس، وبعدين حطيت هون اي جي بي تي او اتش بريدج. اذا بدك تستخدم اتش بريدج، ليش ممكن استخدم اتش بريدج بدل بس واحد اي جي بي تي؟ باي دايركشن، حتى اعمل بريكنج. هاي اي جي بي تي ما ننساش، بغير هلا الديوتي سايكل هون، تغييري للديوتي سايكل راح يغير الافرج فولتج، مزبوط؟
الافرج فولتج مش الار ام اس، الافرج فولتج راح اغير الافرج فولتج بتغيير للديوتي سايكل، اذا حطيتها هاي 50% راح يصير عندي نص الفولتج الافرج فولتج هون، بكون تحركت وبصير بنزل الانترسبت، اذا نزلت الفولتج للنص بنزل الانترسبت للنص، اذا نزلت الفولتج للثلث بنزل الانترسبت للثلث وهكذا، فهذا لينير تغيره راح يعتمد على الديوتي سايكل اللي موجوده هون، هاي صار عندي طريقه لفاريبل سبيد درايف مش هيك؟ طبعا احنا في الواقع اذا عندي هون دي سي سورس بستخدم تشوبر، بس اذا اي سي سورس ايش بدي استخدم؟ ريكتيفاير احسنت، ريكتيفاير كنترول ريكتيفاير، اذا كان السورس سنجل فيز بستخدم تو بلس ريكتيفاير، اذا ثري فيز بستخدم 6 بلس ريكتيفاير، اوكي تمام؟ ماشي الكل فاهم هذه الفكره من هون؟ طبعا اذا كان عندي سيريز وهذا ما راح ادخل فيهم سيريز وهذا راح، او اذا غيرت الاكسايتيشن راح يتغير السلوب وراح يتغير الانترسبت كمان، بس انا راح اركز بس على هذا اللي هو الان صار شائع جدا اللي هو بيرمت ماجنت دي سي موتور او سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور وذ كونستنت اكسايتيشن. لو كان عندي هذا سيبريتلي اكسايتد شو بدي اعمل؟ اذا صار سيبريتلي اكسايتد بطل بيرمت ماجنت مش هيك؟ ايش بحتاج حتى يصير في عندي ماجنتيك سيركت هون ويصير في فلكس؟ كويلز تمام، اذا لازم احط هون ولازم اعملهم بنفس بحيث انهم يعطوني فلكس بنفس الاتجاه اه، فاذا هذا بده يكون هيك هذا بده يكون كمان هيك، بدي اخذ هذا السلك من هون كم بول هذا المحرك له؟ 2 بولز 1 بير اوف بولز مش هيك؟ فيش مشكله احكي عن دي سي موتور انه له عدد بولز او بيرز اوف بولز اه نفس الشيء، والبيرز اوف بولز بحدد العلاقه بين الميكانيكال ديجريز والالكتريكال ديجريز اوكي؟